هل موافقة على إنشاء مجلس قومي للرجل ولا لا؟ اكيد برضو، لان برضو الراجل ليه حق زي ما المرأة ليها حق. هما مش ناقصين يعني، هما كده كده واخدين حقهم، هما عايزين اكتر من كده يعني، البلد كلها بتاعتهم. معايا طبعا، بس يعني حقوقهم ضايعة، هما محتاجين اكتر من كده. لا انا اتمنى فعلا يحصل الموضوع ده فعلا ليه، لاني يعني انا حاسه ان الراجل مظلوم، والست واخده حقها في كل حاجه، وانا من الناس ده الستات وبايد الست، كل ست هنا في الزمن ده في المجتمع ده والبنت اليومين دول انا مش معاها، وانا ست وبتكلم بجد، نفسي من زمان كنت اتكلم في الموضوع ده، لاني انا شايفه القوانين كلها لصالحها. الست بتعمل غلط تعمل صح، ليها قوانين وليها حقوق بتاخدها. الراجل انا شايفه ان هو مهزوم، ايا كان الراجل بيعمل حق من حقوقه او غلط بيغلطه بناء على الست. متهيألي لا، لان هو الراجل اصلا يعتبر واخد حقوقه كلها اصلا في البلد غير الست خالص يعني، بس فانا لا ضد ان هو يبقى في انشاء. موافقه اكيد يعني، لان من حق اي حد انه يبقى ليه حقوق في كل حاجه.